القدس المحتلة، المدينة العربية الإسلامية، العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، أساس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مفتاح الحرب والسلام في المنطقة. دأب الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لاحتلالها دور 7 من حزيران عام 1967 على تهويدها بكل وسيلة ممكنة، وابتدعت لتحقيق هذا الهدف أساليب متعددة جلها يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. وجندت قواها العسكرية والأمنية والمدنية وسلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية لتحقيق ذلك. بناء استيطاني متواصل، مصادرة الأراضي، الجدار العنصري، النقل القسري للفلسطينيين، إقصائهم عن المدينة، مصادرة هوياتهم، هدم المنازل، والعديد من السياسات الأخرى التي تطال كل مناحي حياة المقدسيين وتمحو معالم مدينتهم وتعلي طابعها اليهودي المصطنع. من بين هذه السياسات نسلط الضوء على الهدم المتواصل للبيوت والمنشآت المقدسية في القدس الشرقية. اولا، مساحه القدس هي 125.156 كيلومتر مربع، المحافظه 331.06 بالعشرة كيلومتر مربع. القدس تحتوي على 22 قريه بالاضافه الى مخيمين، مخيم شعفاط ومخيم كلانديا. تعداد السكان في القدس وضواحيها 410,000 حسب إحصائيات 31/12/2014. أما في القدس هناك حسب الإحصائيات الإسرائيلية يوجد أكثر من مليون في داخل ساكن في مدينة القدس، منهم إسرائيل تدعي بأن هناك 265,000 عربي، لكن الإحصائيات الفلسطينية تشير بأن العدد لم يتجاوز 233,000، مع العلم بأن الإسرائيليين الآن يفوقون ثلث أرباع عدد الفلسطينيين. مساحة القدس اللي ذكرناها 125.156 كيلومتر مربع، إسرائيل حتى هذه اللحظة هودت تقريبا 92% من مساحة القدس، 84% القدس الغربية و16% القدس الشرقية. وبالتالي إسرائيل الآن بنت في مدينة القدس حول القدس ككل 29 مستوطنة، 15 مستوطنة في القدس الشرقية. منذ عام 1968 لأوساط شباط 2014 إسرائيل صادرت 24,200 دونم من مدينة القدس المحتلة، وبالتالي عدد المستوطنين الآن يتجاوز 400,000 مستوطن في مدينة القدس المحتلة. وتيرة الاستيطان بتتحرك حسب الأوضاع السياسية، عندما يكون في شيء من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بخف شوية، عندما بتروح الضغوط بزيد. هم بشكل عام بحاولوا الآن يشتغلوا على مستوى إضافة وحدات، مجموعة وحدات، أربع خمس وحدات هان حتى ما يكون في ردة فعل، وحتى الأمور يعني تمشي بإطار أنه في زيادة، وهذه الزيادة حسب النمو الطبيعي، مع أنه 20% من الوحدات السكنية المبنية فاضية فيهاش حد، ولكن هم يعني بهيئوا حالهم لما هو قادم. وإسرائيل الآن تعمل في ثلاث طرقات. الطريق الأول المتعلق بالالتفاف الاستيطاني في البلدة القديمة وما يدور حول الحرم الشريف، الطوق الثاني ألا وهو في الأحياء العربية، والطوق الثالث في الكرة المجاورة لمدينة القدس. هذا أولا. ثانيا، هناك يعني الأنفاق التي هي تقوم فيها مؤخرا بتبدأ من عين سلوان حتى حائط البراق، ومن حائط البراق للمدرسة العمرية في الحي الإسلامي، ومن الحي الإسلامي إلى الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك. هناك في تحت المسجد الأقصى المبارك هناك 4 حفريات. عدد الحفريات التي تقوم بها في القدس حاليا إسرائيل 22 كما أشرت، في البلدة القديمة 5، في منطقة أخرى في البراق 5، 4 تحت الأقصى، بالإضافة إلى 8 مواقع أخرى. إسرائيل بدها تفرغ الأرض من سكانها. احنا عم ننمو ديموغرافيا في القدس، احنا اليوم بنشكل 38% من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي. اسرائيل خطتها 2020 بتقول لازم عدد المقدسيين ما يزيد عن 12-13%، ويعني هيك 25% بدها تطردهم. بالنسبة اليهم الاستيطان هو اهم
ما يمكن كاستراتيجية إسرائيلية في التواصل الديمغرافي بالنسبة لليهود وربط كافة المستوطنات بمدينة القدس كقلب، وهم الآن يخططون لبناء مدينة كاملة على غرار لندن على سبيل المثال تتسع لثلاث مليون شخص، يقومون بهدم الكنائس والمساجد المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك وأن تكون عاصمة إسرائيل الأبدية. هذا هو المخطط الذي تقوم به سلطات الاحتلال لتثبيته في الآونة الأخيرة من خلال الأساليب المختلفة والتي ذكرتها في بداية حديثك، أساليب التهويد المختلفة التي تقوم بها. وهذا أسلوب استعماري لم يحصل في التاريخ، أنه واحد قاعد في أرضه يعني يبعد بالطريقة هذه، يعني ما فيش في التاريخ. يعني قرأنا في التاريخ عن احتلالات وعن هذا عملية إزاحة، إنه قضية بدنا ننظف عشان نحط ناس محلكم. يريدون إطفاء الطابع اليهودي على هذه المدينة وكأنها تعود إلى حقبة داود وسليمان، هذا ما تسعى إليه سلطات الاحتلال من خلال انتهاكها الجسيم للمسجد الأقصى المبارك. هناك مدينة تحت الأقصى 2020 ستفتتح وستستقبل 6 مليون سائح، بالإضافة إلى وجود قاعات تتسع ل 5000 شخص. حول الأقصى الآن 9500 قبر وهمي على سبيل المثال. هناك استيلاء ومصادرة المقابر الإسلامية حول المسجد الأقصى المبارك. هناك عمارة شتراوس التي تعلو قبة الصخر لإطفاء الطابع اليهودي. ناهيك عن وجود في القدس وحدها الآن 2104 كنيس مقابل 158 كنيسة للمسيحيين في القدس وضواحيها، بالإضافة إلى وجود 73 مسجد في القدس وضواحيها. انظري في فترة محددة كم من الكنوس بنتها إسرائيل على حساب الديانتين المسيحية والإسلامية، وخاصة الآن تعمل بهدف تهجير المسيحيين من مدينة القدس لإعطاء بأن الصراع الذي يدور في مدينة القدس هو صراع على صراع ديني وليس صراع على الحقوق السياسية، وبالأخص بأن الصراع يدور بين الديانتين اليهودية والإسلام. حجج مختلفة يسوقها الاحتلال لتمرير جرائم هدم المنازل الفلسطينية، وفي مقدمتها ذريعة وعدم الترخيص، إلا أن الهدف الحقيقي يتمثل في تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين وتوطين المستعمرين الإسرائيليين اليهود مكانهم. عقوبات جماعية انتقامية ضد المدنيين الفلسطينيين المقدسيين المحاصرين في المدينة المحتلة. سياسة عقابية تخالف أحكام اتفاقيات منع التمييز العنصري والاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الأصليين، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للمواثيق العالمية وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. جملة من القوانين تتهدد كل ما هو عربي فلسطيني في المدينة المغتصبة. يعني هناك منظومة قوانين إسرائيلية هي بالآخر تستهدف نتيجة واحدة بالقدس، تفريغ الأرض من السكان. إسرائيل تريد أن تخلق مدينة بإرث يهودي مصطنع، وتريد أن تمحو الطابع العربي الإسلامي المسيحي للمدينة. وبالتالي هي بعد الاحتلال مباشرة أصدرت بالبداية أوامر عسكرية، واتخذت من فندق الامباسادور في القدس مقر الحاكم العسكري في ذلك الوقت، وكلها تعمل على نتيجة واحدة كما ذكرت. بعد الأوامر العسكرية شكلوا لجنة وزارية خاصة في القدس، هذه اللجنة أخذت قرار باعتبار المقدسيين مقيمين في مدينة القدس وليس مواطنين، وبالتالي طبقت عليهم قوانين الإقامة اللي هو قانون دخول إسرائيل عام 1952. من هذا القانون تنطلق بقية القوانين، وهون بتيجي عندنا قانون أملاك الغائبين عام 1951، قانون التنظيم والبناء عام 1965، عندنا قانون الملكية، عندنا قانون استرجاع أملاك اليهود في القدس. منظومة كبيرة من القوانين اللي بتتغير وبتتعدل وبتم تبديلها أحيانا حتى تحقق نتيجة واحدة، وطرد الناس، منعهم من النمو الديمغرافي، منع الوجود الفلسطيني بمؤسساتنا، بفعالياتنا، بحياتنا، بمركباتها المختلفة في مدينة القدس. إسرائيل أول شيء قضايا أنه تصادر مناطق معينة أو مساحات معينة، في عندهم قانون بيقدروا يصادروا للأغراض العامة، للأغراض الأمنية، وبالتالي هذا يعني أمور ماشية منذ عام 67 وهي مستمرة. في أمور تانية طبعا بتستغلها الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال بالأملاك الخاصة، يعني طبعا المصادرات عامة معظمها بيشير بحصل على مستوى الأملاك العامة، يعني
لكن الخاصة هناك قوانين وضعت واللي هي على رأسها قانون الغائبين، اللي هو يعني كل من كان غائب في حرب 67 من المقدسيين أو من العائلات المقدسية يعتبر غائب عندما تم حصر السكان. هؤلاء السكان طبعا كلهم لهم بيوت ولهم أراضي، وما فيش عيلة موجودة في القدس إلا في إلها يعني فروع خارج القدس. الآن قضية حرس أملاك الغائبين أنه يتدخل ويتصرف ويوضع إيده على هذه الأملاك، هذا يمثل خطورة كبيرة، لأنه هذه الأملاك اللي هو من المفترض يحافظ عليها ويديرها هو الآن قاعد بحولها إلى جهات التطوير من أجل بيعها وتسليمها للمستوطنين. هذه قضية كبيرة جدا، ويعني ما فيش يعني البلد القديمة ما في بيت في البلد القديمة إلا في ناس موجودين وناس مش موجودين هون. صعب مش بالسهل، بس لا ان شاء الله راح تعود تتبنى. الحجر اللي ضرب الماء الماء بتضرب ما بتموت بتكوي، واحنا في ارضنا في وطننا، واحنا مش رايحين لا نطلع من ارضنا ولا من وطننا، مهما لو حتى من بدناش خيمه لو مننام في كل ذلك يأتي في إطار التشريع في داخل مدينة القدس المحتلة، وخاصة أصبحت هذه القوانين تعتبرها سارية المفعول على مدينة القدس، وخاصة بما يتعلق بالجزء الشرقي منها، ألا وهي أنها سيادة إسرائيلية تابعة للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي كل هذه القوانين التي تسري في داخل تل أبيب حيفا إلى آخره تسري على مدينة القدس المحتلة. الهدف من وراء كل ذلك هو اضطهاد الفلسطينيين من جميع الجوانب الحياتية بهدف تهجيرهم من هذه المدينة لنزع كما أشرنا الطابع العربي وإحلال الطابع اليهودي محل ذلك. قضايا ثانية اللي هي أملاك ما يسمى بالأملاك اليهودية في القدس الشرقية. في أملاك طبعا في القدس الشرقية لليهود اللي كانوا قبل العام 48 وضعوا قانون بالكنيسة أنه أي عربي أو أي إنسان يسكن في بيت لليهود هو محمي جيلين، الجيل الثالث هو غير محمي، وبالتالي إذا كان الجد هو العقد باسمه في عام مثلا 48 ابنه بيقدر يسكن محمي، ابن ابنه بيقولوا له مع السلامه. فحطوا له قانون على اساس الحمايه ما تنتقل زي ما احنا بنعرف حسب حصر الارث وحسب الوضع العادي لنمو العائله، لا لا لا، بموت الاب الجد اهلا وسهلا، الاب بيعيش لانه مفروض يكون عايش مع ابوه مثلا، الابن الحفيد مش محمي بطلع. هذا القانون يستعمل كثيرا الآن قاعد بحجج كثيرة من أجل إخلاء الناس ويعني وإبعادهم عن هذه البيوت من أجل إسكان مستوطنين فيها. المخطط الهيكلي للفلسطينيين في المدينة بقي على حاله منذ عام 1967 برغم النمو السكاني طوال 48 عاما مضت على احتلال المدينة، ما اضطر السكان إلى البناء خارج المخطط، وهو ما لا تقبل سلطات الاحتلال بمنحه التراخيص اللازمة وتقابله بالهدم. إسرائيل منعت تنظيم الهيكل للقدس من ناحية فلسطينية، وبالتالي هي منعت البناء الفلسطيني في القدس، ما سمح لنا في البناء فيه بموجب مخطط 2020 الإسرائيلي فقط على 12% من القدس الشرقية، وحتى في الـ 12% وضعت تعقيدات كثيرة من أجل الحصول على رخصة بناء.
وفي ظل يعني غياب أراضي بالممتلكات الخاصة أنه مسجل طابو، صار من الصعوبة بمكان للمقدسي أنه يتمكن من تجاوز إجراءات الحصول على رخصة بناء في 12%. هذا دفع أغلب المقدسيين إما إلى الهجرة الطوعية من القدس والإقامة خارج دار الفصل العنصري في مناطق الرام، ضاحية البريد، العزرية، أبو ديس وغيرها، وبالتالي أصبحوا مهددين بفقد الهوية لأنه بالنهاية اعتبرناهم مقيمين. وقانون دخول إسرائيل بيقول أنه إذا كان أنت مقيم خارج بين قوسين دولة إسرائيل 7 سنوات متتالية تفقد حق الإقامة، وبعد 94 دخلوا موضوع مركز الحياة، إذا أقمت خارج القدس وما أثبت أنه مركز حياتك في داخل القدس بتفقد حق الإقامة. من هون اضطر أغلب المقدسين وين؟ عودة إلى المدينة من جديد. هؤلاء بنوا بدون ترخيص لأنه ما في رخص بناء. العائلات من عام 1967 إلى ما بعد ذلك صار في نمو ديموغرافي، وبالتالي أصبحت بحاجة إلى مكان تسكن فيه. بسبب أنه عدم وجود رخص البناء اضطرت الناس الحصول أنها تبني بدون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي عمل مجموعة من القوانين اللي طبقها قلت كمان مرة على المقدسيين أنها تهدم منازل المقدسيين. التنظيم الهيكلي الموجود هو الموجود من سنة 67، لم يتغير إلا بعض الأشياء البسيطة التي لا تخدم، تخدم الاستيطان وتخدم الاحتلال. وبالتالي عدد السكان في عام 67 في القدس الشرقية كان 65,000 نسمة، الآن القدس الشرقية 360,000، ونفس حيز ونفس المساحة اللي تستعمل للسكن، لم يتغير شيء. فتصوري أنه الإنسان يعني بيكون عمره سنة بيلبس بدلة لسنة، بيصير عمره 60 سنة والبدلة لازم يلبسها هي، ما بتزبطش بالتأكيد، مش حيكون في وضع طبيعي. هنا بيلجأ الناس إلى أنه يبنوا بأي مكان بخصهم بدون أن يكون في تراخيص أو يكون يعني الوضع اللي يعني ممكن إسرائيل تعتبره قانوني في نظرها. كان سنة 1993 على سبيل المثال الرخصة تكلف $1,500 على سبيل المثال بيت حنينة. الآن الرخصة زائد البناء زائد المكان الأرض تكلف ل 120 متر تقريبا ما يقارب $500,000 إسرائيلي. هذه السياسة تأتي في ظل الضغط على الفلسطينيين لعدم التوسع وترك مدينة القدس بضواحيها. إسرائيل كمان بدي أحب أنوه لك أنه بتحاول تعطي الموضوع كأنه غلاف قانوني، أنه المسألة قانونية وأن الفلسطيني بخالف القانون وما بده يحصل على رخص بناء وما بده يعمل تنظيم. لا، إحنا جاهزين لنعمل التنظيم الهيكلي فلسطينيا، لكن إسرائيل تمنعنا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هذا موضوع سياسي بامتياز. إسرائيل بدها تفرغ الأرض من سكانها. احنا عم ننمو ديموغرافيا في القدس، احنا اليوم بنشكل 38% من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي. اسرائيل خطتها 2020 بتقول لازم عدد المقدسيين ما يزيد عن 12 إلى 13%، ويعني هيك 25% بدها تطردهم. اذا اخذنا بالاعتبار 20,000 بيت مهدد بالهدم، معدل 100,000 فلسطيني ساكن فيها، اذا البيت ساكن فيه 5. واذا اخذنا بالاعتبار انه 100,000 مواطن مقدسي مقيم خارج جدار مهدد بسحب هويته، هذا يعني أنه عشرات المواطنين المقدسيين مهددين بالهدم. إذن الأمور مقيدة، الأمور محاصرة، والإنسان فيش أمامه إلا عشان يسد حاجياته إلا أنه يبني في قطعة الأرض اللي عنده، ومن ثم تبدأ المعاناة. أنت باني من غير رخصة، قدم رخصة، في رخصة، فيش رخصة، مخالفة وراء مخالفة، محامي، قضايا، وفي الآخر ممكن تنهد الدار. كثير من الحالات هذه الدار تنهد وبصفي الإنسان قاعد بخيمة وكأنه ما عمل إشي. أنواع متعددة من الهدم يسوق لها الاحتلال ذرائع مختلفة تثقل كاهل المقدسيين وتطبق على أرواحهم المتعبة من الإنذارات والملاحقة والضرائب والمخالفات التي قد تؤجل الهدم شهورا لكنها لا تمنعه حين يفرغ الجيب من نقود المقدسيين التي لا تقوى على مجاراة مبالغ المخالفات الباهظة. في نوعين من أوامر الهدم عم بتصير في حق المنازل. في أمر هدم إداري اللي هو عندما يكون البناء في مرحلة البناء، وبالتالي هذا يكفي فيه إصدار قرار من رئيس البلدية بناء على توصية من مهندس بلدية الاحتلال. وفي لوائح اتهام تقدم ضد مقدسيين بحجة البناء غير المرخص. وحوالي الآن في المحاكم الإسرائيلية 20,000 منزل
يعني مسجلة على أنها غير مرخصة، ويدفع أصحابها مخالفات بناء، وهي مهددة بالهدم في أي لحظة. عدا عن الهدم الجماعي لمنازل كما في حي البستان 88 منزلا، في حي الشيخ جراح 25 بيت، في كوبنية إمهارون 32 بيت، كل هذه المنازل يتم هدمها من أجل أن يبنى عليها استيطان. أضيف إلى ذلك الهدم على أساس أمني، اللي يعني بتهمة ارتكاب أعمال مخلة بالأمن بتم هدم منازلهم، وشاهدنا هاي بالفترة الأخيرة اللي نفذوا عمليات استشهادية وتم هدم منازلهم بالقدس. مرة اجوا وحكوا معي، قلت لهم هاي دار احنا بنيناها واحنا اشترينا الارض واحنا بنيناها، من قديهاش ولا لاي حدا. هاي بعديها هدوها بعد الشهر المرة، بزي قبل 40 يوم اجوا وقالوا بدنا ناخذها، قلت لهم من قديهاش ولا لحدا واحنا بنطلع سكنها. هاي اجت انهدت اليوم. رحت على البريد ودفعته، لو بعرف انها بدها تنهد انا بدفع، بدفعش. يعني احنا عندنا ما فيش بناء بس في بيوت بتنهد، يعني نرجع لورا قاعدين. فهذه مشكله. الان لما احنا بنحكي على 50,000 وحده سكنيه في القدس الشرقيه للعرب، تصوري انه ثلثهم غير قانوني في نظر اسرائيل. يعني اذا بدهم يمشوا فيهم يهدوهم الثلث، يعني احنا الان بحاجه على الاقل 10,000 الى 20,000 وحده سكنيه. نحن مشاكلنا العاديه والاجيال الشابه والازواج الشابه وما الى ذلك. الان احنا اذا بدهم يهدوا زي ما هم مرتبين راح نرجع لورا 30-35%، فراح تكون المشكله في غايه الصعوبه. هذا بغلي الناس تلجا الى ايه؟ انها تخرج من حدود البلديه حتى تلاقي لها محل تسكن فيه، حتى تخرج من متابعات البلديه ومعاناه البلديه ومشاكلها ومخالفاتها وضرائبها. رصد عمليات الهدم وتوثيقها عملية مهمة لكشف ممارسات الاحتلال وفتح خطته لتطبيع المدينة بطابع يهودي مصطنع يمسح عنها الحقيقة العربية الفلسطينية الإسلامية المسيحية. احصائيات خطيرة تم جمعها لعدد عمليات الهدم من جهة والمنشآت المهددة بالهدم من جهة اخرى. الساعة 6 ونص مطوقين المنطقة، دخلوا عليهم شو بتسووا؟ هذا قعدنا نطلع شوية أغراض، وين بدنا نروح؟ شو بدنا نسوي؟ هذا الواقع. وفقاً لإحصائيات مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، هدمت سلطات الاحتلال منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2012 1124 منشأة سكنية وغير سكنية، ما أسفر عن تشريد ما يقارب 4966 شخصاً، من بينهم 1311 امرأة و2586 طفلاً. وفي عام 2013 هدمت سلطات الاحتلال 106 منشآت، وفي عام 2014 هدمت 112 منشأة. كان من سنة 67 حتى الآن، يعني أنت بتقدر تقولي في حوالي 3700 وحدة يعني منشأة هدمت. يعني المنشأة ممكن تكون عمارة سقتين أو تكون أربع سكن أو تكون سكنة واحدة أو تكون جزء من سكنة، ولكن الرقم هذا كبير وهو مستمر، وهذا اللي بغلي بزيد العجز في احتياجنا للبيوت وللسكن. يعني احنا بنعتمد بأغلب الأحوال على ما يصدر عن مؤسسات حقوق الإنسان من تقارير، لكن بالمجمل عدد المنشآت اللي بتم هدمها بشكل سنوي بمعدل من 100 ل 150 منشأة، ما بين منزل وصور ومحلات تجارية. هذا تقريبا التقارير السنوية اللي احنا بنلاحظها من المؤسسات المختصة. إسرائيل من سنة 2004 ل 2014 هدمت 517 منزل، سنة 2004 لوحده هدمت 118 منزل. من سنة 1999 ل 2014 إسرائيل هدمت بشكل جزئي أو كلي 988 منزل.
المواطنين الفلسطينيين بأيديهم هدموا 59 منزل. هناك بلدية الاحتلال هدمت ما يقارب 814 منزل. وزارة الداخلية بإذن منها هدمت 174 منزل. وبالتالي هي هجرت في هذه الفترة 2028 مواطن فلسطيني، منهم 1108 من الأطفال. أما إذا سألتيني كم ملف الآن ينتظر الهدم، حوالي 20 ألف منزل فعلا ينتظر الهدم لا سمح الله في محاكم إسرائيلية. أصحابها يدفعون مخالفات بناء، هم يعملون على أو يسعون للحصول على رخصة بناء لمنع هدم المنزل، لكن تكاليف الرخصة ربما تصل إلى نصف مليون دولار أحيانا، وهي تثقل على المواطن المقدسي، عدا عن تكاليف المحامين والمهندسين اللي بيحاولوا يعقدوها. بدك تدفع ضريبة تحسين وضريبة طرق ومجاري ومياه وأثار وغيرها من القضايا اللي فعلا قد يصل المبلغ لشقة بمساحة 120 متر إلى نصف مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جدا اللي دفع الناس. لا بقول لك ببني بدون ترخيص وبدفع مخالفة بناء أفضل لي، وهذا اللي بخلي إنه إحنا نبني بدون ترخيص في أسباب يعني. وتشير إحصائيات المقدسي إلى أن عمليات هدم المنازل وبالأخص الهدم الذاتي هي الأخطر والأشد وتيرة، فمنذ عام 2000 وحتى عام 2012 أجبرت سلطات الاحتلال 303 مواطن على هدم منازلهم بأيديهم. ومن بين هذه الأعوام شهد العام 2010 أعلى نسبة هدم بلغت 70 عملية هدم ذاتي. وفي عام 2013 أجبر الاحتلال 14 مواطنا على هدم منازلهم، وفي عام 2014 أجبر كذلك 20 مواطنا على القيام بالمثل. بريدة الاحتلال هي تريد أن يعني تجعل من عملية الهدم إذلال للفلسطيني، انه انا اللي بتحكم في الموضوع، برفض اعطائك رخصه البناء، وانا اللي بصدر قرار بهدم بيتك وبدفعك لبيت الهدم البيت بشكل تلقائي، او بدفعك غرامه الهدم او بدل الهدم اللي عاده بيكون تكلفه الجرافات وتكلفه الامن وغير ذلك من القضايا. هذا دفع بعض المواطنين هم فعلا اذا كان بناء صغير اضافه على بيته انه يقوم بهدم هذه الاضافه، وبالتالي لا يبقى في ضغط اقتصادي يدفع مخالفات البناء. ومن هون أهمية أن نقوم نحن فلسطينيا، وهي مسؤولية الحكومة الفلسطينية ووزارة شؤون القدس، أن بدفع ووزارة المالية الفلسطينية، لأنه في قرارات صدرت للمقدسيين بمساعدات خاصة ضحايا هدم المنازل وبتسريع عملية الدفع حتى يستطيع هذا المواطن أن يبحث عن وسائل لحماية عقاره، ولا سمح الله لو هدم المنزل أيضا أن نساعد هذا الشخص على البقاء في القدس بإيجاد مركز حياة له جديد في داخل مدينة القدس، لأنه بالآخر كما ذكرت لك هدف الاحتلال السياسي وطرد الناس من المدينة. إحنا لازم يكون برنامجنا المحافظة على الناس في المدينة، وهي معادلة صعبة تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى أدوات كثيرة، تحتاج إلى أن نركز أكثر على ملف القدس ونعتبر بوصلة عملنا الوطني والسياسي الفلسطيني كلها متجهة إلى القدس. ما فيش ترخيص في القدس وهذا الإشي معروف يعني، وبالذات يعني بالمنطقة هون يعني. وتاني إشي يعني فيش مجال إن نطلع من هون ولا رح نطلع من هون يعني، وهذا يعني فيش مستحيل يعني إن نطلع من هون. حتى يعني لو هدموا الغرفة هاي وضلينا بس بخيمة برضو مش رح نطلع من هون يعني. يتسابق أهل المدينة في دفاعهم عن قدسهم، ويضرب المقدسيون في صمودهم المتوارث مثالا مشرفا لأجيال فلسطينية وعربية تحافظ على ذات القيم من المقاومة المتواصلة. المواطن المقدسي خالد الزير يلخص الحكاية ويختصر المشهد في قصته الموجعة. في 20/8/2013 الساعة 6 صبح، الصبح كانت الصباح، كنا نايمين طبعا أنا وأطفالي، أنا عندي ست بنات طبعا، أكبرهم 9 سنين وأصغرهم 4 شهور. فتفاجأت في صوت الجرافات يعني مخدمين، فطلعت أشوف شو فيه، لقيت قوات كبيرة من الشرطة والجيش طبعا رفقتهم تعون الأثار والطبيعة. قال لي اخلي البيت معاك 5 دقائق تفضل البيت تطلع منه، فما رح يعني فيش كان في مجال. طلعت أطفالي طبعا، بيت والدي في جنبنا، أخذتهم على بيت والدي وهدموا البيت يعني، حتى العفش اللي فيه ما كانش في مجال إنه نطلعه، ما أعطونيش فرصة يعني. كانوا
في نفس اللحظة اتصلت المحامي يعني الساعة 6 بالصبح. كان ماشي بإجراءات الهدم وموقف أمر الهدم طبعاً قبلها بشهر موقف أمر الهدم لحين ما المحكمة تبث في القضية. ما استنوش أمر المحكمة ولا استنوا أي شيء، أجوا هدموا على مسؤوليتهم الخاصة طبعاً. لجأت للمحكمة بعدين ما سويتش أي شيء. بعد هيك طبعاً ما فيش محل أسكن فيه أو أقعد فيه. في إنا كهف يعني في الأرض اللي موجود فيها حيوانات، إحنا طبعاً مربين حيوانات. فرغتها من الحيوانات طبعاً ونظفتها وسكنت فيها أنا وأطفالي فترة حوالي 3 شهور. بلشت أرمم فيها يعني الصخور بتتساقط على أطفالي. فبلشت أرمم فيها، جابوا لي وقف للترميم وقدموني للمحاكمة، حاكموني وغرموني. لجأت للبلدية أكثر من مرة على بناء أني أقدم ترخيص وأبني بناء مرخص، بس للأسف الشديد ما لقيتش أي صدى لصوتي. رجالك بتلاقينا سيوف بتلمع، ما بيغلى الغالي كرماله الغير الخالق ما بنركع. لما الارض تنادي رجالك بتلاقينا سيوف بتلمع، ما بيغلى الغالي كرماله والغير الخالق ما بنركع. سيوف هي نجوم الليل بالليل اللي ما فيه نجوم، وعبسات بترد الويل وبوقفات عز يدوم. كل ما يجي النجوم كل ما تغفى عيون، بتسهر على الحمى وعحدود الحمى عيني. طبعا ما فيش رحمة في قلبهم جديد، بتغنوا في حقوق الإنسان وحقوق الطفل والديمقراطية، وهم ما يعني هم فواد الديمقراطية والحرية والأمور اللي بيحكوا عنها فواد تاني. عمليات الهدم التي تقوم بها بلدية الاحتلال لا تقتصر فقط على هدم المنازل، بل يتعدى ذلك مسبباً أضراراً نفسية واجتماعية واقتصادية، حيث يتكبد المواطن المقدسي خسائر كبيرة بدفعه للمخالفات الباهظة التي تصل إلى ملايين الدولارات قبل وبعد عملية الهدم، فضلاً عن السجن، الغرامات المالية المتراكمة، سياسات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على المقدسيين لإفراغهم من المدينة المقدسة. سووا لنا مخالفة وأعطوني أقدم إجراءات للرخصة، وقدمت وفي الآخر أعطوني أمر هدم وخسرنا عليه كثير مصاري يعني تقريبا 300,000 شيكل. ودفعنا يعني دفعت كل تحويشة أمري بعد ما أتجوز أسكن فيه، وهينا هدينا الحمد لله وإن شاء الله نظلنا صامدين. في موضوع البناء غير المرخص من الصعب أن نقول في قضايا بتنجح، لأنه بالنهاية ترفع قضية على المواطن المقدسي باعتباره متهم جنائي وأنه خالف القانون، وبالتالي تصدر العقوبة إما هدم المنزل أضف إلى ذلك السجن أو الغرامة، وهذا يدفع المواطن المقدسي أنه يدفع غرامة قد تصل في بعض الأحيان لنصف مليون شيكل وأكثر، وهو مضطر إلى تقسيطها بشكل شهري حتى يثبت منزله ويحاول استصدار رخصة بناء خلال فترة سنة بحددها القاضي عادة. طبعا خلال السنة لا يستطيع، هو يمدد لسنوات جديدة وبيعمل على تنظيم هيكلي للمنطقة اللي ساكن فيها، ويقدم التنظيم لبلدية الاحتلال أو لقسم التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال. غالب الأحوال لا تنجح هذه القضايا إذا ما كان المنطقة بالأصل مسموح البناء فيها ضمن 12% اللي ذكرتها قبل قليل، وبالتالي يهدم المنزل لاحقا. لكن إسرائيل ما بتخاف ردة الفعل الدولية، فهي شو بتعمل على هدم فردي، فبنشهد كل شهر هدم بعض المنازل دون أن يكون هدم جماعي
حتى لا تلفت رأي العام. إذا سألتني في المجمل القضاء الإسرائيلي فعلا في المحكمة العليا الإسرائيلية أو ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية لم ننجح إلا في 5% من القضايا إذا كان في إطارها موضوع سياسي، سواء في قضايا التعذيب، قضايا الأسرى، قضايا هدم البيوت، قضايا الاستيطان، قضايا الاقتصادية، كل القضايا المرتبطة في القضية الوطنية لم تنجح أمام هذه المحكمة ولن تنجح في المستقبل، لأنه في النهاية القاضي غريمنا، وهذا لاحظناه في قضية الجدار ولاحظناه في قضايا مختلفة عكسها الإعلام بشكل أو بآخر من خلال قانونيين ومحامين أمام الرأي العام من خلال ما يسمى في المحكمة العليا الإسرائيلية. أحكي لك زي ما حكيت لك، إحنا الآن عندنا لا يقل عن 16-17 ألف حالة بيت غير قانوني. هذه جزء منها الآن في المحاكم، وجزء منها ما قبل المحاكم بشيء، وجزء منها لسه ما وصلت للمحاكم. هذه معركة طويلة، الهدف منها أنه يوجدوا بلبلة وقلق عند الناس في حياتهم، أنه بيتهم كل لحظة بده ينهد، وبنفس الوقت يخلوا الناس تدفع كل ما معها مصاري للبلدية للداخلية للمحكمة، كلها رسوم، كلها مصاري، كله ابتزاز، كله سرقة مال الناس. هذا جزء من الاقتصاد الإسرائيلي في القدس، وبالتالي يعني هم مبسوطين عليها الشغلة هذه، يعني هم مش معنيين يحلوها أصلا. هم القضية الموجودة بدهم 20 سنة يضل في مخالفات، ديري بالك كل سنة بتدفع مخالفة بتجيبيش رخصة، السنة اللي بعدها كمان مخالفة، واللي بعدها كمان مخالفة، مش مخالفة واحدة وبيعطوك مجال كم سنة تاخذ الرخصة، وفي النهاية مش حيعطوك رخصة، بدهم يهدولك البيت، وإذا أنت ما هديتهوش بإيدك ها بهدوه بيبعتولك الفاتورة. ما في شيء، وضع مش معقول، يعني ما حد بيتصور ايش اللي بيصير. اللي بيصير شيء من الخيال، من نسيج الخيال، ولكن هذا هو الاحتلال، هذا هو الاحتلال الظالم اللي ما بده يعترف في حقوق الفلسطينيه، ما بده يعترف في حقوق الاخرين، وبده يبني دوله على دماء الناس. وطبعا قاعد بفشل من فشل لفشل لفشل لفشل، واحنا على يقين في الاخر هو راح يخرج من القدس، بس القدس راح تضل اصحابها. والدليل على ذلك اللي قلت لك اياه قبل شوي قلت لك عدد سكان القدس 67 كان 65 ألف نسمة، الآن إحنا 350 ألف. يعني إيش ما عملوا إحنا منزيد قاعدين وبنضلنا على الأرض. دليل الـ يعني الالتزام بحب الوطن، وإنه الإنسان لازم يضحي ويتحمل، وإحنا في النهاية متحمل أكثر من غيرنا. غيرنا بيقدرش يتحمل، إحنا عارفين الطرف الآخر قديش درجة تحمله، بس إحنا الحمد لله أثبتنا قادرين إنه نتحمل إلى أبعد حدود. مواطن المقدس مضطر للتعامل مع القضاء الإسرائيلي، فيش أمامه خيار، وهو بالآخر ضحية لهذه القوانين الإسرائيلية، وهو يرفع عليه دعاوي ولا يتوجه لهذه المحكمة ولا يرغب أصلا بالتوجه إلى القضاء الإسرائيلي، لكن ترفع ضده دعاوي، إما يعتقل وتقدم ضده لائحة اتهام، وإما يبني منزلا ويرفع ضده لائحة هدم منزل ضمن قانون تنظيم والبناء العام 1965، وإما يرفع ضده دعوى الاستيلاء على عقاره باستخدام قوانين أملاك الغائبين وقانون استرجاع الأملاك اليهود في القدس، وإما ترفع قضايا بهدم جماعي كما هو الحال في حي البستان والشيخ جراح وحي وادي حلوة وما يجري الآن في البلد القديم على سبيل المثال. أمام منظومة هذه القوانين هو يضطر أن يتوجه إلى هذه المحكمة، لكن بالمحصلة نسبة النجاح ضعيفة جدا، لأنه في النهاية القاضي غريمك والنائب العام غريمك، ولا يوجد طرف في المحكمة أصلا يعمل لصالح هذا الفلسطيني اللي جميع هذه الأطراف تعمل من أجل طرده من القدس. أنا شخصيا عملت دراسة مقارنة حول القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وكيف يطبق القانون الإسرائيلي على المقدسي، وكيف يطبق القانون الدولي، وموقع الإنسان المقدسي في ظل هذه القوانين، وخلصت في نهايتها أنه لا يمكن أن نعتمد على هذه القوانين لتثبيت وجودنا. وإن كنا مضطرين للتعامل، علينا أن نبحث عن وسائل قانونية جديدة تحافظ على وجودنا في القدس وتحاكم الاحتلال الإسرائيلي ضد جرائمه. هون أهمية البحث في أدوات القانون الدولي من خلال المحكمة الجنائية الدولية اللي وقعنا عليها وصلنا طرف فيها، أو من خلال البحث عن محاكمة مصدري أوامر الهدم أمام محاكم أوروبية خلال زياراتهم للدول الأوروبية، وهذا ممكن. الاعتبار أن هدم المنازل تشكل جريمة حرب، هي جزء من سياسة التطهير العرقي، وهي لأنه بالنهاية هم بيبنوا محلها مستوطنات، 42% من مساحة القدس الشرقية يسمح الاستيطان فيها، وهذا يعتبر جريمة إحلال مستوطنين محل سكان أصليين.
القانون الدولي بجرم ذلك. لا يوجد عدالة في المحاكم الإسرائيلية على الإطلاق. هي أحيانا قضية من 1000 قضية تعمل منها بأنها قامت بحل المشكلة، لأن ترى الرأي العام الدولي بأنها دولة قانون. هي بما يتعلق بالفلسطينيين تستخدم سياسة الباتش وعدم العدالة على الإطلاق إذا تعلق الأمر بالفلسطينيين، وبالتالي حجم القضايا كثير، هناك ممكن أن تصل إلى 1000 قضية، لكن السلطات الاحتلال لا تنظر في إلا في 8 قضايا على سبيل المثال، ومنها قضية واحدة تقول أنه أجل القضية لكن بعد سنة سنتين تقوم بالهدم مجددا. لهذا السبب لا تستطيع أن تقول أن هناك عدالة على الإطلاق. تعقب المحافظة بكل ما تملكه من أدوات على تعزيز صمود المقدسيين والوقوف في وجه مخططات الاحتلال لإسقاط أهدافه، غير أن الهجمة الإسرائيلية الضخمة على المدينة لا تمكن المحافظة وحدها ولا المقدسيين وحدهم من مواجهتها، لا سيما وأن إسرائيل انفردت بالمدينة في ظل الانشغال العربي والإسلامي والدولي. احنا عندنا عيادة قانونية اللي بيحتاج محامي نساعده في كل مناحي حياته، نساعد برضو على المستوى الهندسي، اللي بده ياخذ رخصة، اللي بده مخطط شيء نساهم معاه بتكاليف. المؤسسات بنحاول ندعمها، كل سنة بندعم عدد من المؤسسات حسب الإمكانيات اللي بتكون متوفرة لنا، لأن المؤسسات مهم جدا تظل فاعلة في القدس حتى ترعى الناس ومصالح الناس، ويظلوا في حضور وفي فعاليات وطنية لتحافظ على الجيل الجديد هذا حتى ما ينحرف يمين وشمال ويبعد عن قضيته عن مشكلة بلده. كذلك عنا طبعا مساعدات وحوافز للي بياخد رخصة، بياخد مبلغ معين على أساس يغطي مصاريف الرخصة. تصوري البيت اللي أقل من 120 متر بكلف الآن $60,000 رخصة، في الوقت اللي البيت هذا لو بده يبنيه في رام الله برسوم الرخصة ببنيه. شوف الفرق، فيش نسبة، مع أنه الإنسان اللي عايش هان والعايش هان نفس الدخل. أنت طبعا بالنسبة لليهودي بياخد كذا ضعف أكتر، بيقدر يغطي ياخذ قروض من البنوك، مع انه احنا البنوك يعني الان بدات تعطي، ولكن برضه الانسان ما عندوش قدره انه يدفع ضرائب ويتداين. وبرضه البنوك لسه جديده يعني في تعاملها في القدس، لانه ما فيش ضمانات، ما فيش امكانيه لضمان هذه القروض. هذه الاوضاع يعني من القدمه احنا قاعدين. طبعا مشاكل الناس والاحتكاكات اللي بتصير والظروف هذه يعني عندنا هنا أقسام بتتابعها وبتساعدها، وبنحاول إنه نساعد الناس ما يلجأوا للمحاكم الإسرائيلية يحلوا مشاكلهم عندنا، وإحنا يعني بنحط لهم الإمكانيات اللي إذا النوايا حسنة والقضايا تسير في حيز المنطق إنه يقدروا يوصلوا للحلول ويحسوا إنه في راعي لهم بيساعدهم وبيلاقي لهم حل لمشاكلهم. ثبت صمود الناس في هذا الوضع الدولي المتأزم، اللي الانشغال العربي الإسلامي وعدم دعم القدس، وبالتالي ما فيش خيار إلا إحنا فلسطينيين بأدواتنا الذاتية، وأدواتنا ضعيفة بحكم الحصار الاقتصادي اللي عم بنعيشه. من هون علينا أن نبحث عن أدوات بديلة. الأدوات البديلة مرتبطة في أطراف مختلفة. الجهاز الرسمي عم بيغطي حوالي 15 إلى 20% من احتياجات القدس في القطاعات التنموية المختلفة. عندك القطاع الخاص اللي هو ممكن نعتمد عليه بشكل كبير جدا في تنظيم مشاريع تنموية في القدس، ومنها الإسكان، وبالتالي نحارب احنا سياسة هدم المنازل ببناء مرخص بدعم ويباع، وهذا يمكن أن يحقق استثمار للرجال الأعمال الفلسطينيين أولا قبل أن نبحث عن العرب والمسلمين. ثالثا استمرار الضغط على العرب والمسلمين لتحميل مسؤولياتهم. العرب والمسلمين من خلال بنك التنمية الإسلامي بيت مال القدس الشريف بيقدموا، لكن بالمحصلة ولا يغطي من 5 إلى 10% أيضا من احتياجات التنموية في القدس. الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وإحنا على تواصل معهم، وهناك إحنا عملنا دراسة عن احتياجات القدس بدعم الاتحاد الأوروبي في ديوان الرئاسة، حددت احتياجات المدينة ب $428 مليون لـ3 سنوات، وهذا مبلغ مش كبير، لكن مهم أن يبقى الاتحاد الأوروبي في داخل القدس ويدعم هناك. المسألة الأخيرة هي تأطير العمل الشعبي وتنظيمه ومواجهة المحتل، لأنه الذي يوقف إجراءات الاحتلال هو هذا التواجد الشعبي وهذا الصمود اللي موجود في المدينة، وهذا لاحظناه في مشاريع كثيرة. اللي منع هدم حي البستان حتى اللحظة مش الجهد القانوني، ولا أنه إحنا المحكمة، هو خوف إسرائيل من ردة فعل الفلسطينيين،
والمجتمع الدولي. كذلك الحال في المسجد الأقصى المبارك وما يحدث هناك والحديث عن تقسيم الزمان والمكان. أنا أعتقد أنه علينا كل مركباتنا أن تعمل من أجل القدس، وهي دعوة للجميع أن يتحمل مسؤولياته باتجاه القدس فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، وما نظلنا نتحدث عن القدس كخطاب إعلامي. القدس بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى جهد حقيقي، بحاجة إلى من يدعم صمودها ويدعم أهلها، وهي مسؤوليتنا أولا ومسؤولية المجتمع الفلسطيني بأحزابه وقواه وفصائله اللي هي شريكة أيضا في موضوع القدس. يبقى الفلسطيني وحده والمقدسي وحده شوكة في حلق الاحتلال وسلاحا يحمي المدينة وإن خذلها الآخرون. كلما اشتدت الهجمة الإسرائيلية ازداد أهل المدينة صمودا وإصرارا على التحدي والمواجهة. لا يخيفهم جيش الاحتلال ولا ترهبهم أسلحته وعدته وعتاده وجرافاته ولا تطرف مستوطنيه. المقدسيين حقيقة ما بدهمش رسائل، هم رسالة. المقدسيين أثبتوا أن هم الرسالة. المقدسيين أثبتوا أن إسرائيل بكل إمكانياتها الأمنية وبكل مقدراتها الأمنية مش قادرة تسيطر على القدس. القدس يسيطر عليها أبنائها، شوارع القدس يحكمها أبنائها بالليل وبالنهار، في المناسبات وفي الطوارئ وفي الأوضاع الجوية الصعبة اللي بيحافظ على القدس أبنائها. أما المقدسات فبالإضافة للأبناء نساء القدس، هذه هي القدس. قم للقدس وحي من فيها، إن في القدس جنود الله تحميها. نعم، هؤلاء الجنود، هؤلاء الأبطال المرابطين يوميا في الدفاع عن القدس ومقدساتها وفي الدفاع عن الوجود الفلسطيني، هو حجر الزاوية والأساس في تثبيتنا كفلسطينيين على أرضنا، بالإضافة إلى حماية أماكننا الدينية والتراثية والحضارية. وبالتالي المطلوب من العالم العربي والإسلامي أن يكون بدعم الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة لتثبيت هؤلاء الجنود الأبطال الذين يقاتلون بصدور العارية من أجل الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وللحفاظ على كنيسة القيامة. إلى متى ستصمد المدينة؟ وأي من بيوتها سيبقى واقفا منتظرا آخر عملية هدم لآخر بيت عربي فلسطيني؟ هل ستأتي هذه اللحظة؟ يتساءل المقدسيون بحرقة، وتبكي القدس على حالها، ويبكي معها المقدسيون الذين يسمعون أنينها ويعيشون وجعها، ملتحفين معا ثوب الصمود والصبر، منتظرين موقفا عربيا وإسلاميا حازما، داعما لتحركات القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال قبل فوات الأوان.